القسم 8 هو فيلم مغربي من نوع دراما اجتماعية، عرض لأول مرة في سنة 2003 محققا شعبية كبيرة بين الجماهير المغربية. يحكي الفيلم قصة أستاذة لغة فرنسية تنتقل للتدريس في ثانوية القريبة لمسكنها، إلى أن تصطدم بالقسم 8 الشهير بتلاميذه المشاغبين الذين يعرضونها لمضايقات عديدة تصل إلى تهديد حياتها الشخصية. تعالوا معنا لنشاهد كيف أصبحوا أبطال فيلم القسم 8 بعد 20 سنة كاملة من عرضه. الممثلة المغربية فاطمة والشاي هي من مواليد سنة 1955 في أسفي المغرب، لعبت دور أم مجيد. الممثلة المغربية عائشة ساجد هي من مواليد سنة 1948 في الدار البيضاء المغرب، شاركت في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة أبرزها فيلم القسم 8، لعبت دور والدة الأستاذة ليلى. الممثل المغربي سعد التسولي هو من مواليد سنة 1969 في الدار البيضاء، لعب دور رشيد خطيب الأستاذة ليلى. السياسية والممثلة المغربية فاطمة خير هي من مواليد سنة 1967 في الدار البيضاء، وهي زوجة الممثل سعد التسولي، لعبت دور أستاذة اللغة الفرنسية ليلى. الممثل المغربي عزيز حطاب هو من مواليد سنة 1975 في الدار البيضاء، شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات المغربية، لعب دور ميلود وهو صديق مجيد. الممثل المغربي رفيق بوبكر هو من مواليد سنة 1973 في الدار البيضاء، بدأت مسيرته الفنية سنة 2001 بفيلم غراميات، ومن أبرز أفلامه فيلم القسم 8 والطريق إلى كابول، لعب دور مجيد وهو تلميذ مشاغب في القسم 8. Run free and dive into the sky. Hear the wind.